في المرمى حصة الرياضة على شاشة العربية. طابت أوقاتكم. لماذا أصدر البرتغاليون خطاب استياء تجاه اتحاد جدة؟ ومع إغلاق سوق الانتقالات نحلل الهجوم والدفاع والوسط كل على حدة، وفي الهجوم أسماء كبيرة والأنظار تتجه لليوناردو الهلال. في الوسط عوار يتقدم المجموعة وبونافينتورا الأشهر، سيماكان الأغلى بين المدافعين وسمولينك الأشرس. مع فترة التوقف محرز يعود مع الجزائر ونجم القادسية الجديد في قائمة المكسيك. السلام عليكم. يواصل المنتخب السعودي تحضيراته في جدة لخوض منافسات الدور الثالث من تصفية بطولة كأس العالم. ويعقد المدير الفني روبرتو مانشيني اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا ظهرا في أحد فنادق جدة للحديث عن مواجهة المنتخب السعودي أمام إندونيسيا والمقررة الخميس في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، على أن يغادر المنتخب السعودي يوم الجمعة إلى الصين لمواجهة منتخبها في العاشر من الشهر الحالي. كل المنتخبات اللي وصلت الأدوار الإقصائية منتخبات قوية، ودائما احنا نفكر اننا نكسب 3 نقاط بغض النظر عن المنافس. احنا نعرف منتخب إندونيسيا منتخب متطور. هذا هو الانضمام لي في المنتخب، بإذن الله يكون فاتحة خير لي ولزملائي في المنتخب. وثاني شيء طبعا مو بأنا بس، كلنا اللعيبة عندنا طموح أن نوصل كأس عالم بإذن الله. إحنا كان ودنا نقدم لهم هدية في كأس آسيا اللي فات، لكن الله ما كتب. إن شاء الله نقدر نعوضهم بهالتأهل لكأس العالم. والمدرب قاعد يعطينا التحفيزات ويعطينا المعنويات في الملعب، ومنتظر مننا الأفضل، وبإذن الله دائما يتكلم معنا بتحفيز ونعطيه كل شيء في الملعب. إحنا كلاعبين صراحة نفضل اللعب مع جمهور جدة، لأنه تاريخيا في هذا الملعب مع هذا الجمهور احنا ما نخسر. والله شوف، اعطانا المدرب نقطة ضعفهم، باذن الله في المباراة نطبق اللي يبينه منه المدرب. المهاجمين كلهم مسجلين في هذه التصفيات. اعتقد في كرة القدم الحديثة كل الفريق مطالب انه يسجل، مو فقط المهاجم. أصدرت إدارة نادي بورتو البرتغالي بيانا رسميا عربت من خلاله عن استيائها من تعامل نادي اتحاد جدة السعودي مع صفقة جالينو التي فشلت في الساعات الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية. وقال نادي بورتو في بيان على موقعه الرسمي إنه بخصوص فشل صفقة انتقال ويندرسون غالينو إلى نادي الاتحاد، بأن نادي الاتحاد أفاد بأنه سيرسل أو أن بورتو سيرسل بلاغا إلى رئيس نادي الاتحاد وإلى رئيس رابطة الدوري السعودي، مشيرا إلى استيائه الشديد من الطريقة التي تمت بها العملية، وأنها كانت في الطريق إلى اتفاق كامل تم إحباطه بين الناديين واللاعب في الأمتار الأخيرة.
ومن البرتغال من بورتو تحديدا، حيث نادي بورتو يلتحق بين الزميل الصحفي سيرجيو بيريس. سيرجيو مساء الخير، اهلا بك معنا. لماذا البرتغاليون او يعني بورتو تحديدا مستاء جدا؟ هذه كرة القدم، صفقات تتم وصفقاتها تلغى في اخر اللحظات، هذا شيء طبيعي. Yes, first of all, Galeno أولا Galeno كان على وشك الانتقال الاتحاد، وكان هنالك اتفاق شفهي بين نادي بورتو واللاعب ل 50 مليون يورو لبورتو و 6.5 مليون كمرتب سنوي للاعب، واللاعب كان بانتظار الضوء الأخضر لإجراء الفحوصات الطبية، والسفر إلى السعودية كان في نفس العيادة هنا في بورتو مع دانيلو، وكلاهما كان يتوقع السفر في نهاية اليوم إلى السعودية والانضمام إلى نادي الاتحاد. فيما يخص دانيلو بالفعل سافر، أما غالينو فلم يكن هذا هو الحال، لأن اللاعب انتظر حتى ظهر اليوم أو حتى المساء لأي اتصال من الاتحاد، وبورتو ووكيل اللاعب كان يتوقع عن ذلك. ولكن وكما نعرف هنا في البرتغال أوقف الإجابة عن الأسئلة والرسائل فبطلت الصفقة. طيب يعني هذا شيء طبيعي، لماذا الاستياء؟ يعني لم يتم التوقيع على أوراق والنكث بالعقود مثلا؟ نعم، ولكن كان هنالك توقعات من النادي وخاصة اللاعب للانتقال إلى دوري آخر، والآن بورتو عليه تعامل مع هذا الفشل أو فشل انتقال اللاعب، وبورتو كان يحاول جذب لاعب آخر لاستبدال غالينو، ولكن ذلك لم يتح لهم. فأعتقد بأن بورتو لن يخوض في أي معركة مع الاتحاد أو الدوري السعودي، وبورتو لن يتقدم بشكوى إلى الاتحاد لكرة القدم كما ذكرت بعض الوسائل الإعلامية هنا في البرتغال، ولكن مع ذلك فشل هذه الصفقة هو الذي تسبب باستيائهم، وعلى بورتو أن يتعامل مع ما حصل أو هذه الحادثة. دومينغ أو رئيس تنفيذي للاتحاد خلال 20 عاما كان الرئيس التنفيذي المالي لبنفيكا، أكبر خصومة بورتو في البرتغال. فهنا في البرتغال الكثيرون يعتقدون بهذا هو السبب الرئيسي لفشل الصفقة، لأنه على مدى عقدين كان هو رئيس المالي التنفيذي لنادي بنفيكا. صحيح، لا أعرف إن كنتم تعرفون هذه المعلومة، ولكن هنا الإعلام كتب عن هذه القصة بسبب كل الفضول الذي تبادر أذهانهم. جميل. سيرجيو هناك موقع أيضا برتغالي، يعني ليست صحيفة رسمية، قال بأنه نقل تفاصيل اللحظات الأخيرة، قال بأنه مجلس إدارة نادي الاتحاد مع البرتغالي الرئيس التنفيذي دوميغنوس صوت بالكامل لصفقة غالينو، أنه يحضر من بورتو إلى الاتحاد جدة وانتهى الموضوع. لكن قال حسب الموقع، هذه روايتهم، لا يعني فقط نناقشها ولا نصادق عليها، قال بأنه تدخل بنزيما و لورا بلا مدرب الفريق في اللحظات الأخيرة قالوا لا نريد هذا اللاعب، نريد أن نذهب في الجهة الأخرى. هل هذه الرواية يتم تناولها في بورتو مثلا؟ عليك هدف آخر أو لاعب آخر من أياكس، وغالينو المبلغ كان 50 مليون وبرغوني كان 25 مليون. نعم، فربما هذا هو السبب، ولكن من الجانب الآخر لدينا المدرب لوران بلا ربما يفضل لاعب مثل بيرغوين، ولكن غالينو هو في قمة مستواه في البرتغال وفي بورتو، سجل 5 أهداف في 5 مباريات في بداية الموسم، ولعب ظهير أيسر وهو مركز جديد بالنسبة له، وهو لاعب متنوع بإمكانه اللعب في مراكز مختلفة كجناح أو ظهير أيسر
أو حتى مهاجم، ولكن ليس مهاجم صريح، ولكن بإمكانه اللعب في هذا المركز أيضا. وبرغون لعب مختلف، ولكن مع ذلك القرار هو قرار المدرب. لذلك أعتقد بأن لوران بلانك إذا أو ما كان لديه هذين الخيارين أحدهما بنصف سعر الآخر، فهذا هو ربما محق في قراره، ولكن الأمر لا يزال غريبا قليلا. وفي البرتغال تدور الأحداث حول هذا ما حصل، أنه في اليوم النهائي قال إنه كان خيارا، ولكن حتى اللحظات الأخيرة أو حتى لإجراء الفحوصات الطبية لتوقيع العقد. ربما هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع بورتو للشعور بالاستياء، والآن سيكون هناك رئيس جديد للنادي، وربما لديه أسلوب مختلف بمقاربة سوق الانتقالات. وبورتو كان نشطاً في آخر يومين ويحاول استبدال جالينو، ونفس الوقت التعامل مع استياء اللاعب لم يكن الأمر سهلاً، ولكن البيان الرسمي لنادي بورتو أعتقد هو أسلوب للتفسير لمشجعي الفريق حول ما حصل، ولكنهم لن يتخذوا أي خطوات إضافية في هذه المسألة. لن يتطور الأمر، لأن بورتو وقع صفقة، لو وقع صفقة مع نادي الاتحاد فربما هذا سيدفعهم لتقديم شكوى إلى فيفا، ولكن لا أعتقد من هذا سيحصل. بورتو كتب البيان الرسمي وحاول أن يكون شفافا مع المشجعين، وأيضا للتوضيح بشكل رسمي ما حصل في الصفقة وسبب فشلها أيضا. جميل. خارج هذه الصفقة سيرجو، يعني خلي أعتبر هذا رأي شخصي مني، يعني أنتم تبالغون كثيرا في البرتغال، أصبحتم لأي صفقة تذهب إلى السعودية يعني أرقام لا تبيعونها في أوروبا. لا يمكن بيع جالينو بخمسين مليون إطلاقا على مدافع يعني بهذا الشكل، لا يمكن أن يباع خارج السوق السعودية بهذا الرقم. أصبحتم تبالغون في الفترة الأخيرة بحيث أنه قد تخسرون السوق السعودي، يعني تكلم عن صفقات بالستين والخمسين. الأندية البرتغالية لا تبيع مدافعين بهذه الأرقام أبدا في السنوات الأخيرة. الأمر يعتمد. على سبيل المثال فيتينيا باع لأربعين مليون وكان المبلغ زهيدا، ولعب آخر 45 مليون و15 مليون إضافية، ومشجعو بورتو يعتقدون بأن أيضا المبلغ كان قليل. ولكن إلى جانب ذلك جالينو الآن شارك في المباراة الأولى كظهير أيسر، ولكنه لعب جناح. وفي بداية سوق الانتقالات يوفنتوس كان مهتما باللاعب، وبورتو قال أي مبلغ أقل من 40 مليون فلن يجروا حتى أي محادثات من أجل بيعه. لذلك لا أعرف، ولكن حوالي 40 إلى 45 مليون لأي نادي أوروبي آخر لو قدم هذا العرض لا باعوه، ولكن مع عرض 50 مليون بلا شك فإن بورتو سيفضل بيعه إلى نادي سعودي، وفي هذا المثال نادي الاتحاد. جميل. بالتالي الصفقة كانت جيدة جدا لنادي بورتو، وأعتقد أن مرتب ربما كان سيكون أربعة أضعاف ما يحصل عليه في بورتو. بالتأكيد. شكرا سيرجيو بيريز زميلنا الصحفي من بورتو البرتغالية، معلقا على بيان نادي بورتو تجاه صفقة جالينو التي أحبطت في الثواني الأخيرة قبل أن يتم التوقيع بين الاتحاد والنادي البرتغالي. هذا هو بكم إلى الوقفة الأولى، ثم بعد ذلك نقلب في صفحات الميركاتو السعودي الصيفي، ونبدأ بتقسيمات المراكز. توني هو الأشهر في المهاجمين، والأنظار تتجه إلى الشاب ليوناردو في الهلال. أما في الوسط فعوار الأشهر، وفي المدافعين لاعب النصر سيماكان الأغلى والأشرس.
حياكم الله. إذن غلقت نافذة الانتقالات في الصيف السعودي، في صيف الأندية السعودية. الأرقام تبدو واضحة وتم تداولها، وليس هناك تأكيد رسمي من الجانب السعودي، لكن ما صرف في الميركاتو الصيفي نصف ما صرف في العام الماضي، تراجع بذلك الدوري السعودي إلى مرتبة السابعة بعد أن كان ثانيا في العام الماضي في على مستوى العالم فيما صرف في الميركاتو. نأخذ اللاعبين بالمراكز، كوناتي، ديابي، وتوني، وويسلي، وليوناردو القادمون الجدد في مراكز الأجنحة والهجوم. نبدأ بهم. في أكتوبر 2023 كان مهاجم مالي إبراهيم كوني يصرخ متلويا على أرض الملعب. زملاؤه في المنتخب وخصومه في منتخب أوغندا مرتبكون، وسيارة الإسعاف تقترب. ينقل اللاعب على عجل إلى المستشفى، ثم بالطائرة إلى إسبانيا قبل أن يعلن ناديه ألميريا أنه أجرى جراحة استمرت ساعة ونصف، نجحت في علاج كسر في الكاحل الأيمن، وأن عودته ستكون بعد 5 أشهر. حين عاد منتصف أبريل فشل في اللعب لأكثر من 14 دقيقة. هو الآن يغير الأجواء في مهمة جديدة، معارا من ألميريا إلى الأخدود في دوري روشن. في صيف 2022 كان بيرلي الإنجليزي يبحث عن مهاجم للفريق، وجد ضالته في الدوري البلجيكي مع ستاندرد ليج. مهاجمه الشاب الكونغولي جاكسون موليكا اتفق الناديان على انتقاله مقابل 3.5 مليون جنيه استرليني. انهارت الصفقة في الأمتار الأخيرة بسبب عدم قدرة النادي الإنجليزي على استخراج ترخيص للمهاجم الكونغولي. انتقل إلى بشكتاش ليحقق معه كأس تركيا والسوبر، بعدها ودعه منتقلا إلى الخلود في الدوري السعودي. في يوليو الماضي ولفرهامبتون الإنجليزي يلاقي فريق كومو الإيطالي تحضيرا للموسم الجديد. في الدقيقة 68 توقف اللعب، دخل لاعبو الفريقين في مشادة كلامية. تطور الأمر حتى لكم دانيال بودينس لاعبا من كومو، طرده الحكم بالبطاقة الحمراء. كان السبب هو إهانات عنصرية وجهت لزميله الكوري هوانغ هي تشان لاعب الفريق الإنجليزي. بعد الحادثة بشهرين ونصف ترك ولفرهامبتون وإنجلترا، وهو الآن يمثل نادي الشباب. سيلاقي بودينز خصمه الإنجليزي إيفان توني في الجولة 14 حين يلاقي فريقه الشباب نظيره الأهلي. كادت مسيرة توني تنتهي قبل عام، أدين المهاجم الدولي بارتكاب أكثر من 260 انتهاكا لقواعد الاتحاد الإنجليزي للمراهنات، أوقف 8 أشهر، وحين عاد في 20 يناير سجل في أول مباراة والتالية، واختتم الموسم مسجلا 4 أهداف. في الطرف الآخر من جدة سيكون الفرنسي موسى ديابي بقميصه رقم 19، يحبه لأنه يذكره بمكان ميلاده، الدائرة 19 في باريس، إحدى أكثر ضواحي العاصمة الفرنسية خطورة، المليئة بالجرائم وتجارة المخدرات. انخرط ديابي في فريق يسمى الترجي بالدائرة 19، وبعد سنوات مر بأكبر الأندية الأوروبية، سان جيرمان وليفركوزن وأستون فيلا، والآن يمثل الشاب عاشق التسوق والأزياء فريق الاتحاد. محمد القناص، العربية. خير من نتحدث عن المهاجمين، دوايت يورك المهاجم التاريخي والبارع لمان يونايتد. دوايت أهلا بك. إيش الاسم اللي من المهاجمين اللي جوا سواء الأجنحة ولا أو رؤوس الحربة لفت نظرك أنه قدم للدوري السعودي ومشتاق لمتابعته؟ ننظر إلى المهاجمين الأربعة الذين أضيفوا إلى الأندية الأربعة المختلفة. إيفان توني هو المميز بينهم فيما يخص تاريخه، هو الذي سينتقل إلى النادي الأهلي، ومرة أخرى سينضم إلى نخبة من اللاعبين، بالتالي نتوقع من الأهلي أن يبدأ بداية جيدة هذا الموسم. إيفان توني سيجلب شيئا مختلفا، هو بلا شك لاعب معروف، و
هو جزء من التشكيلة الإنجليزية في اليورو، الكثير استثمروا فيه، وبالتالي فنادي الأهلي بلا شك سيتطلع للاستفادة منها. هو بعمر 28 عاما، لا يزال شابا، وديابي بالنسبة لي مع نادي الاتحاد هو اللاعب الشاب يلعب القدم اليسار، قدم أداء رائع مع أستون فيلا وجاء لقاء مبلغ كبير جدا إلى الدوري السعودي، وهو بالنسبة لي سيكون مثل المفاجأة في أستون فيلا، كان لعب دورا أساسيا لمساعدة أستون فيلا للتأهل إلى دور الأبطال للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. هذين اللاعبين وبالتأكيد لدينا مالوكا وهو إضافة أخرى، وبصراحة أنا لا أعرف الكثير عنه، أجريت بعض البحث عنه، هو من مالي وربما يأتي إلى هذه الأندية التي ارتقت إلى دوري الممتاز حديثا، وسيكون إضافة جيدة، وجوه جيدة، ولكن ليس بقوة اللاعبين السابقين من النخبة. كونيتا أيضا لاعب شاب جيد آخر، لعب مع في بلجيكا وتركيا، والمجيء الآن إلى الدوري السعودي مع هذه الخبرة. الإضافات الأربعة لهذه الفرقة، ولكن أعتقد أن أهم اثنين هما إيفان توني من إنجلترا وبرتفورد وديابي من أستون فيلا مقابل مبلغ كبير. طيب إيفان توني لاعب كبير، 3 أهداف في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي. في ملاحظة في مسيرته أنه لم يلعب لنادي واحد، لعب فترة قصيرة لنادي آخر غير برينتفورد، ثم يغادر خارج بلاده. هذا يحدث نوع من الفترة التي تحتاج إلى انسجام كبير، يعني يحتاج إلى فترة حتى ينسجم. نعم، أي لاعب ينتقل بهذا الشكل خاصة من إنجلترا إلى أي دولة أخرى، على الرغم من أنه جاء من دوري كبير جدا بنفس لياقته البدنية وقدرتهم، فهذه ليست بالمشكلة. هذا الانسجام والتعديل سيأتي مع أسلوب الحياة والبيئة الجديدة، المناخ أيضا والطقس مختلف والغذاء والطعام والثقافة، هذه أكثر الأشياء تواجه فيها تحديات لاعتياد عليها ليكون على مستوى في اللعب. لكن عد ذلك من ناحية البدنية، فسيكون من السهل عليه اللعب في الدور السعودي، بالتأكيد التعرف على اللاعبين الآخرين يمثل تحديا آخر، ولكن أتوقع منهم التكيف بسرعة ولن يكون صعبا. جميل. الأنظار تتجه لليوناردو لاعب سانتوس البرازيلي الذي ذهب إلى بنفيكا البرتغالي ثم يأتي إلى الهلال السعودي، بقوة بدنية هائلة، جسم رياضي جميل، ومسيرة جيدة للاعب 21 عام، الناس تنتظره يعني بشغف في السعودية، يعني يشار إليه بالبنان. نعم، هو لاعب استثنائي بلا شك، وأنا مندهش لأن نظرنا إلى الدوري السعودي وكنا نعتقد بأنها لحظات هادئة جدا لفترة طويلة، فجأة السوق انفتحت وكل اللاعبين الرائعين بدأوا يتوافدون إلى الدوري السعودي، إضافة إلى نخبة اللاعبين المتواجدين أصلا. أعتقد أن الدوري السعودي سيكبر ويزداد قوة وأكثر تنافسية في كل موسم، وهذا موسم آخر لإبراز نواياهم وقدراتهم، وأن يكون الدوري السعودي بين أكبر وأقوى الدوريات الخمسة في العالم، فسيكون مثيرا جدا للاهتمام أن نرى كيف يقدم هؤلاء اللاعبين هذا الموسم. دويت، أنا بختبر معلوماتك، بوصل لك أسئلة كذا معلوماتية في الكرة. من أعلى لاعب قيمة سوقية مهاجم رقم 9 في العالم توقع مين؟ قيمة سوقية كابتن، مين تتوقع؟ من تتوقع قيمة سوقية أعلى لاعب رقم 9؟ الأعلى في العالم. هالاند. هالاند قيمة السوقية، قيمة السوقية 180 مليون، راتبه السنوي 30 مليون. طبيعي 30 مليون لمهاجم دائما أسعاره غالي. توني كم تتوقع قيمة السوقية؟ كم تتوقع راتبه؟ اللي هو أعلى مهاجم جاء السعودية الآن. نعم، الأمر مدهش عندما نفكر مع برينتفورد، كان الأكثر الذي يحصل على المبالغ حوالي 2 مليون جنيه استرليني في العام، ويعادل تقريبا 3 مليون دولارات، والآن يحصل 3 أضعاف هذا المبلغ، أو ربما وصل إلى 400 ألف. يعني إيريك هالاند يعني راتبه السنوي 30 مليون، توني في السعودية سيأخذ 20 مليون، هذا طبيعي صحيح؟
هل هذا طبيعي؟ كلا لا أعتقد، لكن بلا شك عندما نشاهد في الدوري الإنجليزي ممتاز هذا غير طبيعي، ولكن هو من أكبر جذب اللاعبين الذين يبنون السعودية ليس فقط لكرة القدم ولكن أيضا المرتبات الكبيرة. سنستعرض بقية الأرقام كما قلت أنا في البداية، يعني لم تعلن الأندية السعودية أرقام حقيقية، ولكن الأندية الأوروبية التي انتقل منها هؤلاء اللاعبون أعلنوا، وهم دائما يعلنون، ولذلك احنا بنينا هذه الارقام على غياب الارقام في السعوديه. شكرا دوايت يورك، انا مثلك مشتاق لرؤيه توني وليوناردو. شكرا. ونذهب الى صناع المهاجمين لاعبي الوسط، الاسم الاشهر حتى الان او حسام عوار، ولكن هناك ايطاليون جاء لنادي الشباب ايضا لديه اسم كبير. الجزائري حسام عوار يتطلع مع ناديه الجديد الاتحاد لتحقيق أول لقب في مسيرته الكروية. عانى من العنصرية في ناديه ليون قبل الانتقال إلى روما، كما عاش طفولة صعبة، خلافات بين والديه انتهت بالانفصال، لتلعب والدته جميلة بالعراج بعدها دورا كبيرا في تنشئته، ما جعله يتعلق بها بشكل كبير. البرازيلي ألكسندر غوميز المنضم للأهلي أصغر لاعبي الوسط الجدد في دوري روشن هذا الصيف بعمر 20 عاما. في البداية لم يكن مرغوبا فيه في ناديه فلومينانسي، تعرض للطرد منه مرتين، لكنه عاد لينضم لفريق الصالات، هناك فرض نفسه وتألق ليعود للحسابات من جديد ويدخل قائمة النادي نهائيا بعدما وصل به الأمر في التفكير بالاعتزال بسن 17 عاما. الإيطالي جياكومو بونافينتورا لاعب الشباب، وبعيداً عن كرة القدم تعد هوايته المفضلة العزف على آلة الجيتار والاستماع للموسيقى التي يعتبرها أحد أسرار نجاحه، كما يعد من اللاعبين القلائل الذين لا يحبون وضع الوشم على أجسامهم، ودخل مرات عدة في جدال مع زميله السابق في ميلان إبراهيموفيتش حول هذا الموضوع. الإيفواري جون ميشيل سيدي لاعب العروبة الجديد كان في مفاوضات ماراثونية مع برشلونة صيف 2017، اتفق النادي الكتالوني مع نيس الفرنسي أنذاك على انتقال اللاعب مقابل 40 مليون يورو قبل أن يفاجئ برشلونة الجميع بانسحابه من الصفقة دون ذكر أسباب واضحة. الفرنسي كيفن أندورام لاعب الخلود كاد أن يعتزل كرة القدم نهائيا في 2019 بعد أن تعرض لحادث سيارة كبير أصيب بجروح خطيرة، إلا أنه تعافى منها وعاد لممارسة كرة القدم من جديد. وذهبوا إلى مصطفى حاجي النجم الكبير المدرب الحالي، ونتحدث معه عن لعبة الوسط اللي جوا السعودية. حاجي أهلا بك. الجزائري الفرنسي حسام عوار، ألكسندر غوميز، بونافينتورا، يعني هذول يعني اغلب لعيبه الوسط خلينا نقول المميزين اللي جاءوا الان للدوري السعودي، بالنسبه لك من الاميز؟ لسان كابتن تبيان بصراحه بتال العور عوار من الاتحاد هو من بين افضل الانتقالات الى السعوديه في هذا المركز، لان عور لديه موهبه كبيره ولا يزال شابا، وبنزيما هو فريقه بحاجة للاعبين من أمثاله، وبصراحة عوار لاعب مميز ويأتي من روما ولعب مع ليون لعدة مواسم ولعب أيضا في السابق مع الجزائر، وأعتقد بين اللاعبين الموهوبين الكبار الذين انضموا إلى الدوري السعودي بالتأكيد أيضا لدينا بونافنتورا. بونافنتورا أيضا لاعب مميز وصاحب خبرة كبيرة وقدرات فنية كبيرة، وكل فريق حصل على لاعب لكي يحقق التوازن. عندما يكون لديك فريق هو الدور اللاعب الوسط مهم جدا وعليه إيجاد هذا التوازن. بعض الفرق ربما يجذبون اللاعبين الشباب مثل غوميز وأندورام في هذا المركز لأنهم بحاجة إلى لاعب شاب
خاصة مع وجود لاعبين الكبار إلى جانبه، فعليه العمل من أجلهم. وأما بونافنتورا مثلا لعب مع أتلانتا ولعب أيضا كبير ولعب صاحب خبرة، وبالنسبة لنادي الشباب أيضا صفقة جيدة جدا، أيضا لعب جيد جدا، سيشارك هذا الموسم وفي مستوى الدوري سيكون رائعا جدا هذا الموسم أيضا. جميل مصطفى، يعني نقدر نقول نستطيع القول بأن حسام عوار أفضل لاعب 10 الآن في مركز 10 في الدوري السعودي. طبعا في الموسم الماضي ما كانت الأندية تلعب اصلا بالغالبية تلعب بمركز 10، كانوا اغلبهم 4-3-3، فما كان في وجود للمركز اصلا يعني تكتيكيا، لكن هذا الاتحاد اعاد المركز بعودة بوجود حسام عوار، صحيح؟ ياد نعم، أعتقد بأن هذا هو المركز المفضل لهذا اللاعب في إيطاليا. اللاعب مختلف تكتيكيا وعليه أداء دور كبير جدا في خط الوسط أمام نادي الاتحاد، فسيلعب خلف مهاجم خلف بنزيما، وهما يعرفان بعضهم البعض بشكل جيد. صحيح. ولذلك أعتقد بأن عوار في هذا المركز رقم 10 سيكون من بين هو الذي سيتخذ القرارات وسيسرع من وتيرة اللعب، وهو الذي يمر التمريرات الحاسمة وربما يسجل أهداف أيضا. لذلك بالنسبة لي بلا شك عوار هون بين الأفضل، وخاصة في هذا المركز. والمباريات التي شاهدناها المباريات الأخيرة كان لاعب حر، ولوران بلان غير التكتيك وأعطاه الحرية خلف المهاجمين وقدم أداء أفضل، لأنه بدنيا قوي وتكتيكيا أيضا لاعب هو متميز. وبالتالي أعتقد بأنه بالنسبة لي كرقم 10 سيكون رائعا جدا كمركز لهذا اللاعب. جميل. إذا أضفنا عوار مصطفى للعبة الوسط المميزين في الموسم الماضي، نتكلم عن كيسي في الأهلي، نتكلم عن أوتافيو في النصر، سافيتش وروبن نيفيز في الهلال، تكلم حتى لو أضفنا لهم يعني سكالة مرات يلعب في الوسط لكنه يلعب بالأغلب في الجناح، إذا أضفنا عوار لهؤلاء الأسماء كيف نرتبها؟ يظل عوار هو في المقدمة الأول أم تتغير القائمة؟ من الصعب القول، ولكن أنا أحب هذا اللاعب لأنني أعرف الفرق التي جاء منها وكيف كان يلعب في ليون، والكرة الفرنسية خاصة تركز على هذا المركز، لعب سريع كما قلت، ومثل هؤلاء اللاعبين الذين ذكرتهم أعتقد عوار عمره 26 عاما، وبدنيا هو مستعد. وبالنسبة لي نادي الهلال لو كان لديه عوار فبلا شك سنكون متيقنين أنه سيفوز بالدوري، لأن هذا اللاعب هو اللاعب أساسي في التشكيلة، ومع الاتحاد سيكون إضافة جيدة جدا، وبالتالي هو من بين أفضل اللاعبين في هذا المركز اليوم في الدوري السعودي. جميل. هل فاجأك أي اسم من الأسماء الجديدة غير عوار بقدومه للدوري السعودي، أو تنتظره يعني تنتظر أول مباراة لتشاهده؟ يعني ذكرك بالأسامي، مثلا ألكسندر غوميز في الأهلي اللاعب الشاب لاعب منتخب البرازيل الأولمبي، أتكلم عن بونافينتورا في الشباب، أتكلم عن جان ميشيل لاعب العروبة أيضا اسم يعني عنده تاريخ جيد، أتكلم عن دورام لاعب الذي استقدمه الخلود، وهو أيضا من الأسماء الجيدة يعني أو اللي عندها مسيرة على الأقل. من تنتظر أنت بشكل أكبر؟ الأسماء الكبيرة مثل أندورام وغوميز، أيضا لاعب شاب برازيلي من فلومينينسي، ونعرف أنه في البرازيل أو دور البرازيلي يجب أن يكون اللاعب جيدا جدا ليلعب بعمر 20 عاما بهذا العمر. صحيح. مع هذه الأندية يجب أن يكون اللاعب بارعا، ولكن علينا الانتظار لمشاهدتهم يلعبون، لأن الانتقاد دور السعودي والتكيف ليس بالأمر
السهل. نعم. وأندورام جاء من متس، شاهدته يلعب في الموسم الماضي، النادي هبط إلى دور الدرجة الثانية، ولكنه لاعب قوي، لاعب وسط مدافع، وأعتقد في مس لعبه في هذا المركز، وأحيانا أيضا بين الصندوق والصندوق، ولكن أندورام قوي بدنيا، ومن الصعب جدا التفوق عليه. فبين كل هاللاعبين أنا أنتظر لمشاهدة يلعبون في المباراة القادمة، لأن المستوى سيكون أعلى بكثير بوجودهم، وبالتأكيد سيجلبون تجاربهم والكرة قدم جديدة من أوروبا، فستكون مفيدة جدا للدوري السعودي، وأنا أتوقع لمبارياتهم القادمة. جميل. مصطفى، مين أختبر معلوماتك زيد وايت، مين أعلى لاعب وسط قيمة سوقية في العالم؟ أنت قل يعني اختر لك واحد بعدين أنا أقول لك الأرقام في العالم. أنت تتوقع اليوم اللاعبين أعطني اسم، أعطني اسم مصطفى. أعلى لاعب في الوسط من هو في العالم قيمة سوقية؟ من تتوقع؟ الآن نعم بلينغهام، هذا صحيح. بلينغهام قيمة السوقية أيضا 180 يورو، موازية لقيمة 180 مليون يورو قيمته السوقية، موازية لهالاند اللي ذكرناه في الهجوم. مصطفى، كم راتب السنوي بلينغهام تتوقع؟ أعلن يعني، مو سر، إذا أنت تتابع تتوقع كم؟ كم مرتب سنوي؟ صعب القول، لا أعرف، خاصة حقوق الصور، ولكن مرتب نادي ريال مدريد سيكون حوالي ربما 60 مليون يورو سنويا. لا، 21 مليون يورو سنويا. حسام عوار في نادي الاتحاد راتبه السنوي سيكون 19 مليون ونصف في السنة بحسب ما أعلن نادي السابق. شكرا جزيلا. نعم، ولكن عندما كنا نتحدث عن المرتبات فنادي مثل ريال مدريد لديهم حقوق الصور وحقوق الإعلامية وغيرها، بالتالي هذا السبب قلت 60 مليون، لأنني أرى بأن 60 مليون شاهدت في الأسبوعين الماضيين مع كافة الحقوق والمرتب، إذن كل الحقوق والإعلانات وغيرها مع المرتب تبلغ 60 مليون، ولكن 21 مليون يورو مع ريال مدريد عوار قريب جدا منه كما ذكرت. صحيح، ما في فرق، مليون ونص بس. يلا، الله يبارك لهم كلهم، يبارك لهم في فلوسهم. شكرا مصطفى حجي، شكرا. نذهب إلى حماة المرمى، المدافعون وحراس المرمى اللي جاءوا جدد للدوري السعودي، هناك قصص خاصة نقرأها. كانسيلو الموهوب والمثير للجدل والمتاعب، انتقد في فالنسيا ومانشستر سيتي لسوء سلوكه. مشكلته مع غوارديولا سربتها الصحافة الإنجليزية بعد إجلاسه على الدكة ليدخل في حوار ساخن مع الأصلع، انتهى بخروجه في سلسلة من الإعارات قبل وصوله إلى الرياض. مارسيليا عاصمة المهاجرين في فرنسا، وصل إليها وليد محمد سيماكان لاعب النصر الجديد قبل ولادته عام 2000، تدرج في الفئة السنية لنادي المدينة، لكن المسؤولين لم يقتنعوا بقدراته التي فجرها مع لايبزيغ الألماني. كريس سمولينغ اشتهر بشعره الطويل سابقا الذي أعطاه شكلا خاصا، لديه أصول جامايكية ربما تأثر بالمغني الشهير بوب مارلي، كان يمارس الجودو في صغره وهو حائز على ميداليات في هذه الرياضة، قد يكون هذا تفسيرا لتدخله العنيف أمام ميسي قبل عدة سنوات عندما أغرقه بالدماء. مدافع الاتحاد ماريو ميتاج جنسيته ألبانية، ولد في اليونان ويلعب في روسيا، حياته الخاصة هادئة، يفضل قضاء الوقت مع الأصدقاء ولا يبذل جهدا لتغيير زاوية التصوير عندما يلتقط السيلفي.
من روسيا أيضا قدم مدافع الشباب البرازيلي رينان، ذلك الشاب حظي بدعم قوي من والديه عندما كان في 11 من عمره، تعرض للعنصرية من طرف شرطي رآه يأكل موزة، وفي كأس العالم للشباب في الأرجنتين كانت ترافقه دائما رسالة والدته. مواطنه بنتو حارس النصر لعب فيروس كورونا دورا مهما في حياته الكروية بعد إصابة الحارسين الأساسيين في بارانايانسي بالكوفيد، سنحت الفرصة لبنتو قبل أن يصبح الحارس الأول للفريق منذ ذلك الحين. عصام عامر، العربية. حياكم الله من جديد. وبالمدافعين والحراس أذهب إلى حارس دولي سابق وتركي العواد. تركي حياك الله، أعرف أنه سويت قبل شوية تركي. طبعاً يوم شفتني سألت دوايت وسألت حجي، رحت جوجلت وجبت لي أعلى مدافع في العالم قيمة سوقية، صح؟ لازم. عارف أسلوبك أنا. أنا عارف أسلوبك. كان المفروض اليوم. هذا ميزة إنك ما تبدأ الأول. تعرف كان المفروض بعدين مثل هذه الأشياء خليك تطلع الأول على الهواء، لأني عارف أسلوبك. ما تطلع إلا محضر ما شاء الله عليك. طيب. تركي، من المدافع من اللي الدوري السعودي يعني انتدبهم انت شغوف لمشاهدته. اذكرك بالاسماء، كان سلو لاعب الهلال ظهير، سيما كان لاعب النصر اللي جاي من الدوري الالماني عنده سنوات، سمولينك لاعب الفيحة اللي هو عنده قصص انسانيه شخصيه كبيره، يعني صراحه فيها فضول انك تعرفها، ان شاء الله نقدر نقدمها في الدوري السعودي. طبعا تتكلم على لاعب اللي جاي مع اليونايتد دوريين، اللي جاء عشرة أعوام بقميص اليونايتد، لعب الفولام، لعب الروما، عنده دوريات، حتى يعني عنده بطولتين أوروبية، تاريخ طويل. يعني أنا في البداية أبغى أشوف سيما كان أول شيء، صراحة لاعب صغير رائع انتدب النصر 24 سنة، بشوف انعكاسه على الفريق وأداء مع لابورت. يعني ممكن النصر يحتاج اللاعب مثل هذا. كانسيلو أكيد يعني لاعب برشلونة ولاعب رائع، صحيح. يعني كان صراع بين الهلال وبرشلونة إلى آخر دقائق، لو صحيح. كان برشلونة في وضع مالي جيد يمكن الهلال ما يأخذ اللاعب، صحيح. كانسيلو يعني اسم دقائق. كبير، 6 دوريات في تاريخه، اسم ما في شك. وسنواته رائعة مع المان سيتي لا تنسى، وأيضا أداءه الموسم الماضي مع برشلونة 34 مباراة وأداء أكثر صحيح. من رائع، جعل الفريق يتمسك فيه. أيضا الهلال يحتاجه بعد رحيل سعود عبد الحميد، يعني وهو أيضا يملك تقريبا قريب من المواصفات اللي هو يقوم بكثير من الأدوار الدفاعية والهجومية وعنده الحماس والقتالية. فلذلك صحيح. سمولينج ما في شك لاعب الفيحة، يعني قصة ملهمة وأيضا لاعب رائع، صحيح. وممكن يقدم الشيء الكثير. طبعا شوي إنه كبير 34 سنة، هذه في الدوري السعودي شفنا اللاعبين، نعرف اللاعب بعد ما يعدي 34 الحين في الكرة مو كبير، يعني مع الأجهزة الحديثة مع المساعدات الغذائية والفيتامينية والأشياء هذه، ما صارت الآن كبير يعني في الكرة كمدافع. توضح كثير على اللاعب، خصوصا دورينا دوري سريع ودوري مرتدات. ونشوف حتى اللاعبين اللي اعمارهم صغيره اللي مش سريع مره يبان كانه مو بلاعب جيد، هو لاعب جيد. فلذلك يعني بتكون هذه شوي تحدي بالنسبه له. سيما كانت تشوفه انت اكثر في الظهير ولا في قلب الدفاع؟ هو يلعب في الخانتين. ايه خلينا ما نقول يعني ظهير صريح، هو يلعب لما يلعب الفريق بثلاثة مدافعين يكون هو اللي على الطرف الأيمن، ما بيلعبوا بثلاثة صح؟ أي يعني أكثر من كونه ظهير، صحيح. هو طبعا مستقطب عشان يلعب قلب دفاع، ما في شك، ما في شك. يعني سلطان الغنام مقفل خانته بشكل جدا ممتاز، ولا أعتقد فيه مشكلة في هذه الخانة. أجد أنه بيكون ثنائي مع لابورت، بس بنشوف هل هالثنائية وش بيصير فيها. طيب انت محضر عشان تقول لي انه صليبا الفرنسي لاعب الارسنال هو اعلى مدافع في العالم، صح؟ قيمه سوقيه. انا ما ابغى صليبا، لا انا بروح مع، لا انا ما ابغى صليبا، انا ابغى فان دايك. لا فان دايك ما كان الاعلى، ما هو الاعلى قيمه سوقيه الان، يعني الاعلى قيمه سوقيه ويليام صليبا لاعب الارسنال، وبعده روبن دياز لاعب مانشستر سيتي. هذا اللي انا قلتهم لك، قل لي انت الثالث، مين هو الثالث؟ تحضيري تعبان.
مين الثالث؟ ما عندنا حضر. والله أنا عاد معطيك أنا الأسهل يعني اللي أراخو يعني أروخو يعني أروخو هو اللي الأسهل لأن يعني كل الناس يعني تروح اسمها لما نسألك عن المدافعين في برشلونة. طيب ممكن أكثر من لاعب. كم تتوقع صليبة ويليام صليبة في الأرسنال كم تتوقع راتبه السنوي؟ مدافعين تعرف رواتبهم مو عالية في العالم، مدافعين غير المهاجمين غير لعبة الوسط. اللي مظلومين الحراس هم أقل يعني. طيب كم تتوقع صليبة كم؟ مدافعين يعني 20 مع الراتب حاسم. لا يا ليتك يعني رئيس الأرسنال أجل. لا أقل من 20. لا وممكن إنه وبعد بالتالي وبعد اليورو أنا تصورنا بيرتفع أيضا لأن كان واحد من راتب السنوي 12 مليون بس. والله هذا ولا يقدر يغير عقده قبل لا ولا يقدر يغير عقده قبل نصر اختار اللاعب الغلط. لا احنا نحكي احنا ايوه بس انت الحين انت تعرف كم سيماكام في النصر؟ ما ادري والله. طبعا النصر ما اعلن، برنامج الاستقطاب ما اعلن، بس ناديه اعلن، لذلك ما عندنا ارقام نستند عليها الا لعنوا هم الالمان كانوا شفافين واعلنوا في هذا الموضوع، قالوا 15 مليون راتب السنوي يعني اعلى من اعلى لاعب قيمه سوقيه في العالم. صحيح، بالتالي هذه واحده من المشاكل اللي يعني حسينا فيها. احنا نحتاج هو المبالغه. صحيح، لا المبالغه في اسماء كثيره تركي، خليني اشاركك الراي، بس في اسماء كثيره او محدده تستاهل انك تبالغ فيها عشان تجيبها. بس سيماكان اللي ما لعب لفريق منتخب فرنسي، ما لعب عمره ما لعب المنتخب فرنسا، يلعب لنادي من انديه يعني اوكي هي نادي تفرخ لكل اوروبا يعني ناديه الالماني، لكن مو معناته انه يوصل لراتبه يعني يعني رئيس لجنه برنامج استقطاب السيد سعد الذي طلع امس في تغريده يعني تغريده الفاتحين انه ابدعنا وسوينا. طيب قول الارقام على الصراحه عشان نعرف انت ابدعت ولا انت جايب العالم باضعاف اضعاف ما ياخذون اعلى قيمه سوقيه في اوروبا، وخصوصا بالتالي الدوري السعودي الان اصبح جذاب. ففي البدايه لما كان ما جاء كريستيانو كانت في البدايه فعلا مستحق يعني. صحيح. انت محتاج انك تسوي هذا الموضوع في اسماء معينه. ما بقى وقت تركي. نيمار ما بقى وقت تركي. شكرا اللاعبين. شكرا تركي، شكرا، وانا القاكم عبد الرحمن العروان يودعكم. معقول يعني نام وانا رتب لك الأحلام، انساك وابيسك والهوى وجيسك تعكر منام. Yeah.